أهلا بكم مرة أخرى في بودكاستكم المفضل كفاية بقى with your favorite host علاء الشيخ. عاملين إيه يا جماعة؟ أهلا بكم في سيزن 8 أخيرا من بودكاستكم المفضل كفاية بقى. طبعا اتأخرنا for sure لكذا سبب، طبعا الأحداث اللي بتحصل وربنا مع أخواتنا في غزة من اللي بيشوفوه، واحنا طبعا معاهم قلبا وقالبا ان دي قضيتنا قبل ما قضيتنا كلنا، يعني احنا من اول ما اتولدنا ودي حاجه كده جيناتيكلي موجوده فينا. يعني مين فينا ما مسحيش في النوم من النوم في يوم لقى موضوع محمد الدره، فاهمين؟ ده انا يعني ده كانت اللي هو ايه، ده كان بسم الله الرحمن الرحيم، فاهمين؟ لحد النهارده. فربنا معاهم ويقويهم والنصر جاي. يعني نفسي اشوف نهايتهم الصراحه، يعني نفسي اشوف نهايتهم. يعني احنا كده كده عارفين ان الناس دي كده كده ليهم نهايه، انا بس بعد يا ربنا عايز يعني مش يعني اللي هو ما ينفعش ابقى عشت وشفت كل ده من ذل وقهر وقتل كل يوم وما اشوفش النهايه. انا عايز غليق اللي جوايا ده، عايز افرح، فاهمين قصدي؟ فربنا طبعا معاهم. وكتوم اسرائيل طبعا زي ما احنا عارفين ده اساسيه، ودي ده جزء من حياتنا يعني الطبيعيه. نبدا السيزون طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، اهو بصوا شايفين بوسترات مطبوعه، في كاش اتحط تمام. ومن بدايه من السيزون ده احنا انضمينا ل ذا بودكاست برودكشنز. طبعا زي ما انتم شايفين يعني الناس عامله شغل حلو جدا بغض النظر عن اسمهم، يعني بصراحه يعني فاهم انت هو ايه، هم اسمهم بودكاست بي او تي، هم بدلوا الدي مش بدل ما بود، لا بودكاست برودكشن. الولا اللي عمل الاسم فاهم انت، الولا نور، فعايز اعمل شركه اعمل بودكاست فهسميها بودكاست، الناس هتقول عليا ايه؟ لا هشيل حرف التي واحط حرف الدي، عارف انت مثلا ايه فاكرين الحلقه بتاعت متت اسامي، بدل ما تكتب سمر عيد لا تكتب سمر، اللي هو انا بحاول ابقى روش بس هو نفس الفكره بالظبط. بس ده ما يمنعش ان هم ناس شاطره وعملوا شغل عالي جدا في كديزاينز وكزي ما انتم شايفين السات، وفي كاميرا تانية بص في كاميرا، لا في كاش يا جماعه هنعوم في الدولارات والله، استنوا بس الدنيا حلوه. فقلنا نعمل حاجه حلوه كده تليق بيكم، وعشان ما نطولش طبعا دايما اول حلقه في كل سيزن الانترو تبقى كبيره علشان ما يبقى في حاجات جديده وفي احداث حصلت وهكذا. فيلا بينا نبدا حلقه النهارده ونخش في الموضوع على طول، صح؟ يلا بينا. اهلا بيكم في بودكاست كفايه بقى. البودكاست ده يا جماعه غير مناسب لاصحاب القلوب الضعيفه اللي هو دايما بيحس انهم اوفندد بسرعه، بيزعلوا من ابسط الحاجات اللي هم غالبا بيبقوا فيجنز، لان البودكاست ده اوفنسيف ومش بيراعي مشاعر ولا بيعمل حساب لاي حد. البودكاست ده كمان نقدر نعتبره كده ايه، بلس 18، يعني انا قاعد بتكلم اكني قاعد بتكلم على القهوه مع صحابي. فلو انت بقى او انت او اي حد من اللي حواليكوا هيتخض لو سمع الفاظ معينه، هيتضايق من مواضيع معينه، اذا هذه البودكاست غير مناسبه لسعاده حضرتك، انما اذروايز انجوي ذا رايد. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاستكم المفضل كفايه بقى with your، اقولها ولا خلاص، with your favorite fucking host علاء الشيخ. عاملين ايه يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير، قضيتوا اسبوع سعيد، الدنيا ماشيه لذيذ، انا مبسوط جدا بالرجوع وان شاء الله يكون كده ايه رجوع قوي. طبعا احنا طالما بقى خلاص مع شركه برودكشن، يبقى ان شاء الله كونسيستنسي بقى كل يوم 2 الساعه 12 بالليل باشا الحلقه موجوده، عشان تصحى تاني يوم في الشغل تلاقيها شغاله، اللي رايح الجيم يسمع، اللي رايح في العربيه يسمع، فالكونسيستنسي ان شاء الله. بلس ان في بقى فيديوهات، هننزل بقى الحلقات كامله على يوتيوب، السنيبتس هتنزل في مواعيدها. يا جماعه احنا عارفين كده لما تبقى جايب اول والعربيه مخنوقه فتجيب تاني في العربيه، احنا في نفس المرحله، احنا بنجيب تاني وتالت ورابع ان شاء الله، يعني فادعوا لنا كده ايه مع بعضينا نعمل حاجات حلوه باذن الله. نخش بقى في الحلقه على طول عشان ما نبقاش، بص هي كده زي البودكاستات المجاوره، طبعا الكوبايتين قهوه انا مش فاهم بقى، فاهم انت البن بقى مش خيط، بن تهان مفيش، فاهم انت؟ اشتري مني الناس زي الفل، بس برضو ايه في كده اللي مش عايز اتكلم يا جماعه، البودكاستات المجاوره كلهم اخواتنا وحبايبنا وكرهات والكلام الحلو ده كلنا ايه اخوات مفيش حاجه يعني. فنخش في الحلقه على طول. لحلقه النهارده يا جماعه من الاخر كده هنتكلم عن المدارس، الحلقه الذي طال انتظارها، لان المدارس في مصر يا جماعه حاجه ثانيه، كلنا ايا كان انت متعلم في ايه، يعني انت مدرسه خاصه، مدرسه انترناشونال، المدرسة حكومة، كلنا تعلمنا في نفس الحقبة الزمنية، في نفس ما تسعش عليا، اصل انا كنت بجد سي اي اي اس 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 سي، فتعالى يا ما انت كلنا متعلمين في مصر. المشكلة يا جماعة ان المدارس في مصر، ما هو بص المدارس عادة في العالم
بتشكل الإنسان، تمام؟ أو يا إما أنت من كتر ما أنت إنسان مفشوخ فأنت اللي بتشكل المدرسة. إحنا لا حصل ده، يعني لا المدارس اتشكلت ولا إحنا اتشكلنا، هو حصل حاجة أقرب للبيج بانج، فاهم؟ دخلنا، فاهم أنت؟ طان انفجار. وما تفهمش فترة المدرسة 17 سنة بتاعت المدرسة دي، ما تفهمش إيه اللي حصل. طلعنا عشنا ما فيش حاجة، بس لا إحنا اتعلمنا ولا إحنا علمنا، وتحسها كده فترة غيوم متوقع. ما تفهمش احنا استفدنا ايه من الفتره دي، بس اتخرجنا الحمد لله حلوين اهو، فاهم انت؟ ده بالظبط، يعني اتخرجنا وحلوين، بس انت مش فاهم هو ايه اللي حصل في السبق، في ايه اللي حصل في الابتدائيه والثانويه انا مش فاهم. هو سنين كده عدت. هاخدكم بقى ثرو رحله من رحلات المدرسه، وعملناها ايه كده، يعني العلي خولي صراحه برضو الولا صايع كتبها كرونولوجيكلي، يعني هنبدا من اول ما بتصحى الصبح، نعدي بقى بكل مراحل المدرسه دي لحد ما نخلص موضوع مدرسه. طبعا موضوع مدرسه من كتر ما هو كبير، انا اتوقع ان الحلقه دي ممكن تبقى من اطول الحلقات اللي اتعملت في كبابه بقى، وطبعا متقسمه على اتنين. علي الخولي اداني، فاهم انت، كتيب 6 صفحات عن المدارس، ويستاهل اكتر. احنا يعني ممكن نعمل سيزن كامل عن المدارس، طبعا انتوا عارفين. يعني اولا انت بتصحى الصبح، طفل عمره 6-7 سنين بيصحى من 5:30 ل 6 الصبح. ليه يا معلم؟ بعد كده انت الطفل، انت لا بتشرب قهوه ولا بتشرب سجاير، فانت ان انت تصحيني 6:30 ولا 5 الصبح ليه يا مان؟ في خير ايه اللي حصل يعني، فاهم؟ وخلينا واقعيين، يعني الكلام ده لو انت مثلا مولود في سويسرا، في جنيف، في فيينا، فانت بتصحى تشوف شجر جناين، تمام. انما انت بتصحى تشوف نشع العمارة اللي قدامك، بتشوف، فاهم، تصحى على منور، فاهم انت، مواسير صرف صحي، اللي هو ان انت تصحى 6 الصبح وتشوف هذه المناظر، ده مش بيس. والسؤال اللي طول عمري بسأله لنفسي، ليه مواعيد الصحيان بتاعت الطفل مشتركة مع مواعيد صحيان رجل الأعمال؟ يا جماعة غير متكافئ، يعني فاهم، رجل الأعمال بيصحى من 5 عشان يطلع يجري على شغله يشوف الشركات دي ماشية ازاي، انما والله العظيم 3، مفيش سبب على وجه الأرض يخلي طفل عنده 6-7 سنين يصحى 6 الصبح، مفيش، غير لو في زلزال يلا ننزل نجري، فاهم انت؟ انما otherwise it does make any sense، يعني اصحى في نفس ميعاد نجيب ساويرس ليه؟ ده راجل عنده مليارات، انا طفل لسه بشخ على نفسي وبربوري، يعني مفيش اي سبب يجمعني ما بيني وبين ساويرس، ساويرس ده يروح. انما انا اصحى 6 الصبح عشان اركب اتوبيس واروح مدرسه، ده عذاب. ليه؟ لان ده اولا بيؤدي ان اول حصتين مبدئيا انا مش ما جيتش، فانت بقى على حسب اهميه بقى اول حصتين، يعني انت لو مثلا اول حصتين النهارده كانوا مثلا الانتجريشن طار طول حياتك، خلاص انتهى، انت كده كده اول حصتين مفيش. تفكروا معايا كده، تعالوا ايه نعيد ترتيب يوم الطفل. انت دلوقتي لو خليت مثلا اول حصه تبدا 10، انا هصحى 8:30 9، اوصل المدرسه 9:30، احنا عشان في اسكندريه طبعا كده اسكندريه قد كده، ليه اول حصه ما تبداش 10؟ ايه 8:15؟ يعني انا كنت في القوميه في اسكندريه 8:15، ايه الراندم فشخ؟ مين اللي حط الرقم ده؟ قصدي مين الفاضي اللي قال لك؟ انا حاسسك اتغلطت كيبورد، اللي هو تكتكت 8:15، ايه ده؟ ايه ده؟ صدفه حلو. وفعلا قعدنا طول حياتنا نصحى 8:15 ونخلص المدرسه 3:10، ايه ده؟ في ايه؟ فاهم قصدي؟ ليه ايه ده؟ في ايه اللي انت ليه سبيسيفيك كده؟ فانت دلوقتي لو خليت الطفل ده ياخد راحته في النوم بدل ما يصحى 5 يصحى 9، انت اديت له 4 ساعات نوم زياده، يصحى بقى 10 كده، ايه باشا صباح الفل، تكون الناس راحت شغلها فالسكه فاضيه. ما هو يا جماعه غباء برضو ان احنا كلنا نصحى في نفس الوقت، احنا ومستر نجيب ساويرس وكل الناس دي، ونتكربس كلنا في مضيق سيدي جابر. ليه؟ خلي الطفل يصحى 9 يروح مدرسته 10، عندك يا باشا خليه يدرس لحد الساعه 4، حلو الكلام، يروح ياكل غداء، تمرينه يبقى من 7-8:30، هيرجع يبقى كمان ايه لو رجع البيت 8:30 9، ينام 10 باشا، ينام 11، ما انت كده كده هو صحي متاخر، يعمل الهوم ورك كمان، فاهم انت؟ يعمل الهوم ورك، الطفل ينام 11-12 يصحى 9. يا جماعه فكروا فيها والله العظيم، ليه عذاب القبر ده؟ ليه 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 9؟ مين قال كده؟ يعني عايز طبعا يا جماعه، احنا كانسان، احنا كبني البشر، احنا اللي بنحط قوانين هذه الكره الارضيه، يبقى انا شايف ان احنا لازم نجتمع تاني مع بعض من الاول، نبتدي لا يا جماعه اللي قال كده مين اللي قال نصحى 5:30؟ تعال اطلعوا بره، ده يطلع بره، ليه اقترحت كده؟ ده اكيد بقى مزوخي، فاهم انت؟ ده بيحب الفتش، يقطع شرايينه عشان يشوف هيشوف ايه، فاهم، بيشنق قطط، عارف اللي هو. واكبر اشتغله في تاريخ الانسان اللي قال لك الانسان بيبقى اكتر وقت فايق فيه الصبح. ده كلام ما إيه؟ انت بتقول كده ازاي؟ انت الصبح اصلا بتبقى مش مفيش، خليني اصحى براحتي اشرب قهوتي واقعد على مكتبي 10 10 ونص 11 12 1 مثلا ونشتغل براحتنا، والله العظيم البرودكتيفيتي هتزيد.
فرشور. اصل انت في الاخر بتصحى 5 الفجر ليه وتركب الاتوبيس توصل المدرسه 8 وربع، تقف في طابور المدرسه اللي انا هتكلم عليه عامه عشان تروح اول حصتين، تلاقي مثلا مس نوال بتدرس لك النعت. ايه النعت ده خير؟ لحد النهارده لا استفدت ولا عارف ايه النعت ده. يعني مثلا الفعل المضارع ماشي، فعل الماضي والحاجات اللي هي بيزكس تمام، انما نعت ومنعوت يعني ايه اصلا؟ فاهم مين اللي اخترع الكلمه دي؟ لا ملهاش اي معنى الصراحه. وكنت ناسي موضوع الصحيان بدري ده لحد ما عمري ما هنسى اليوم ده. في 2012 كان عندي انترنشيب في شركه هنا في القاهره ادفرتايزنج، صحيتني طبعا كنت ناسي بقى خلاص موضوع ما ده، كنت دخلت الجامعه واتخرجت وبتاع، فكنت ناسي موضوع ايه فقره الطابور الصباح. فكنت دايما بقضي خميس جمعه سبت مع اهلي في اسكندريه واسافر لحد الصبح بقى، يعني بدل ما ارجع السبت بالليل لا اقضي ليله مع اهلي زياده يعني. فصحيت في يوم، عارفين يا جماعه لما يوم كده من ايام الشتاء بتاعت اسكندريه بقى اللي هو في كده ضباب، عارف في كده السقعه لدرجه ان الدنيا فيها ضباب كده. فنزلت الشارع الساعه 6:30 عشان اوصل القاهره 9 مثلا 9:30، لقيت يا عيني والله العظيم الشارع بتاعنا كده طويل، شارع محمد عثمان كله رؤوس سودا كده واقفه قدامه، كل عماره واقف قدامها 5-6 رؤوس كده بتكبشوه، والعيال متكلفته والسقعانه هتموت، واقفين يا عيني العيال مستنيه الاوتوبيس في عز البرد مفشوخين، والعيال مناخيرها حمراء طبعا، وفي البوجيخ بربوزه وبربوره نازل سنه، العيال متهانه طول الشارع. ده الشارع بتاع مثلا ايه 200-300 متر، قسما بالله على مد البصر كل اي عمارات نزل قدامها 3-4 رؤوس سودا على حسب طبعا لبس المدرسه، فاهم؟ العيال واقفه والله العظيم انا مش شايف وشها من كتر ما الام مسكت الكابشون ده بالرباط ربطته، فاهم؟ جامد فشخ عشان الولد ما يبرد. العيال طالعه منها مناخير، يعني انت شايف راس سودا ومناخير، راس سودا ومناخير، يا عيني العيال مفشوخ اللي هو ليه؟ تعالوا نعيد تفكير والله العظيم الموضوع ده بجد حرام، وحيت ربنا عشان في الاخر فاهم انت يروح يتقال له جامع دنيا ايه دنياويات، مش اي معنى الصراحه. يعني ممكن نعرف جامع دنيا ده الساعه 10 مش لازم نعرفه الساعه 8، فاهم قصدي؟ غير اكتئاب الصحيان بدري اول حاجه بتقابلها هو الاوتوبيس. يا جماعه قد ايه والله العظيم مقبره، تلاقي كل واحد كده قاعد على كرسيه راشق وشه في الازاز وبخار بخار نفسه طالع في الازاز، انت بتشوف ما بتشوفش العيال من كتر ما حابسينهم جوه وقافلينهم، طبعا الشتاء ساقعه فبيخلوهم يتنفسوا ثاني اكسيد الكربون بتاع بعض. يعني انا باخد فاهم تكريعه صاحبي في صدري على طول، باخد فاهم انت ثاني اكسيد الكربون من بقه استنشقه، اللي هو يا جماعه قمه في طبعا في انت لو واحد بس عي مش الاتوبيس انت المدرسه كلها مبربره ثاني يوم، فده نفسه هيجينك لوحش، وتلاقي الاتوبيس طويل وبعيد ما تشوفش اخره، كل واحد فاهم انت على حسب لبس المدرسه تلاقي العيال قاعده مكتئبه فشخ، وتلاقي ورا في الباك جراوند واحد بيرجع حتى مش بيبصوا للي بيرجع من كتر ما هم عارفين ان اكيد في حد بيرجع، تلاقي واحد ورا كده فاهم انت قاعد اكنك عارفين اتوبيس ترحيلات الحرب العالميه الاولى، اللي هو انت رايح اصلا احتمال ما ترجعش. يعني بنتعامل مع المدرسه ان انت رايح في برسنتج ان انت ممكن ما ترجعش، فانت اللي هو بتودع امك لا اله الا الله يا حبيبي وبوسك في راسك يا ماما ما تسيبنيش معلش حبيبي لازم تتعلم وتركب اتوبيسك وانت مش طايق عيشتك. وطبعا مشرفه اتوبيس عاده بتبقى بتظبط مع السواق، يعني دا دايما فاهم بيبقى فيه كونسبيرسي كده، احنا فاهم انت كل يوم بنشوف تطور علاقتهم ايه دايما فاهم. ومشرفه الاتوبيس تبقى شغلتها ان هي تعد رؤوس الاطفال كالمواشي، والله بتعد فاهم واحد وبتعدنا دبل، عارف انت عارف انت لو 2-4-6 مش اللي هو مش حتى مش بتديك احترامك كطفل لو انت واحد وانت اتنين، لا 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 انتوا شويه مواشي فاهم، انت بتعد رؤوس فاهم انت معاكي كام راس، حتى يا اسراء معاكي كام راس، يا اسراء معايا 12 بس يبقى كده الاوتوبيس خلص، 2-6 تك بتعاملك زي الكلب فاهم. وطبعا السواق ده قصه تانية خالص، السواق انا مش عارف هو ليه بيتفاجئ ان هو سواق اوتوبيس مدرسه اطفال، يعني انا حاسه النهارده بيصحى بيركب الاوتوبيس بتبقى سربرايز بالنسبه له فاهم انت، اللي هو النهارده فاهم موظفين شركه بترول اه تمام النهارده اطفال، فلو يجي مش طايق عيشه امه فاهم انت، لو انت في اتوبيس اطفال متوقع ان تلاقي خناقه ايه عيال بتهزر، هو مش مستعد لكده يعني كل يوم بيصحى فاهم انت عيال بقى وخرق، ما انت هتعمل ايه ما دي شغلتك. وغالبا بيبقى لادم شيفت في شيفت، يعني هو بيبقى شغال مثلا حارس امن طول الليل وبيس فاهم بيطبق يكمل يبقى سوف، هو لا طايقك ولا طايق شغلته ولا طايق عيشته، وفي احتماليه ان هو عارفين في دايما ايه طيارين اللي هو طيار قرر ينتحر فقتل ال 360 راكب، طب ليه؟ طب انت لو عايز تنتحر نط من الدور العاشر عندك ايزي ايزي اصفاق، يعني انا مش مشكلتي ان انت عايز تنتحر
محمود ما عنديش اي مشاكل، بس ان انت تبقى سايق اتوبيس وعندك نيه الانتحار لا. طب نزل العيال وشوف انت سوق بقى بالاتوبيس ده، انزل بقى ايه في الشط على البحر كده، كمل وخش بقى جوه عند البراميل، فاهم؟ انت بالاتوبيس موت لوحدك، انما نيه الانتحار وانت معاك اطفال مش صح، فاهم؟ اطفال برضو بتاع يعني. وصلت المدرسه، يبدا حاجه من اغرب الحاجات اللي انا لحد النهارده مش فاهم لها لازمه، الطابور. فجاه كده قررنا ان في طب انا عارف طريق الفصل، يعني انا ممكن اروح المدرسه لما تيجي الساعه 8 اسمع الجرس اطلع الفصل. لا، قرر ان في طابور. ليه ما في طابور؟ ما تسالش، يو دونت هاف تو اسك. والله انا لما كبرت يعني، انا طبعا عشان كنت طفله كنت مطيع، فاهم؟ انت طفل مطيع، طابور حاضر، فاهم؟ ما بتسالش فيه اسئله ما بتسالهاش. لما كبرت حسيت ان ليه طابور، ليه هو الطابور ده؟ علشان بيبتدي يعملوا بقى اكسبيرمنتس بقى فيك، فاهم انت؟ يعني هو احنا عندنا في المدرسه، مدرسه القوميه في اسكندريه، كان اللي هو ايه، بنقف في الطابور وثلاث مهزئين طلبه يطلعوا جمهوريه مصر على بايا ثلاث مرات، وكل واحد بيطلع فصل. ابتدى بقى ايه يحسوا ان this is not enough، ده احنا جمعنا فوق مثلا ال 500 طالب اعدادي وثانوي وبتاع، عشان لازم يحصل حاجه، ما احنا جمعناهم لازم نملى ثلاث ارباع المدرسه يا جماعه، ثلاث ارباع حوارات المدرسه ملي، انت بتملى، انت في عندك وقت بتملى. فمثلا ايه، كابتن سمير سمنه مدير الالعاب في المدرسه يطلع يديك تمارين. يا معلم انا لسه صاحي، ما تسالش، يلا بينا. وتمارين عامه هو كابتن سمير سمنه لا جسمه ولا سنه ولا شكله يوحي ان هو اصلا مدرب، يعني ده ما ينفعش يبقى خريج تربيه رياضيه، ده يبقى فاهم انت خريج، فاهم انت الوحيد بتاع الفول، انما ده ما ينفعش يبقى هو ده رمز الرياضه في المدرسه. بس قرروا ان خلاص هو ده كابتن سمير سمنه، احنا عيناه مش هينفع نطرده، برده عنده عياله بتاع. فيبتدي يعمل لك تمارين عشوائيه فشخ، فاهم؟ يلف ايدك كده استرتشات، ايوه هتفيدني في ايه، فاهم؟ انا اصلا بعد الظهر بتمرن سباحه اربع ساعات بتهقي، ده تمرين، فاهم؟ انت كطفل اصلا بتتمرن صبح وليل وفي فتنس وتنزل بزين في الفجر. في عيال كانت بتيجي من السباحه عندنا بيبقوا متمرنين الفجر، بيجوا المدرسه 8 الصبح ومتمرن ومستحمي ولاب، اللي هو ليه بتحاول تعمل، ويا ريت في واحد فيهم بقى بطل تمام يعني، فاهم؟ بس هو قرر ان خلاص هو ده. ودايما في برضو مدرس عربي بيهددنا، يعني خلاص خلصنا تحية جمهورية مصر العربية، خلصنا تمارين، في مدرس عربي بيطلع يهددك بدون اي داعي، اقسم بآيات الله الطالب اللي هشوفه، اللي هو انا اصلا ما عملتش ومش هعمل اللي انت بتقول عليه، فانت ليه بتهددني؟ انا ما عملت، انا لسه صاحي من النوم، فاهم يا جماعه؟ دايما كده الباك جراوند بتاعكم ان انا طفل لسه، وطفل يعني انا مش قضلت حتى، فاهم؟ انا طفل بريء بلعب، فاهم؟ سوبرمان وبتاع، اقسم بايات الله الطالب اللي حيرن الجرس وحلقوته لسه في الحوش. ليه يا مان؟ ليه قول لي الكلام ده مثلا على الساعه 12 الظهر اكون فوقت كده وفاهم، انما 8 الصبح انا اصلا تحس انا منتظر الموت، انا مش فارق لي، انا مش انا خلاص، انت مصحيني 5 الفجر اصلا، فانا اصلا بايع العمل القضيه مش فارق لي يعني. وفي يوم من الايام كده في برضو مدرس قرر ان طب احنا حيينا العلم، النشيد الوطني فين؟ يعني معلش لا مؤاخذه بقى، حيينا العلم فين؟ النشيد الوطني بتاع بلادنا في ده برضو، فاهم انت؟ يطلع كده مدرس لسه متعين يحس ان انا لازم اثبت وجودي، يا جماعه فين النشيد الوطني؟ طبعا مديره المدرسه هتقول له لا، ايه خاينه؟ حضرتك خاينه معايا اسمك الحقيقي دانيال؟ لا طبعا. هتقول له اوكي يا مستر. فيبتدي بقى ايه، فاهم؟ بلادي. وطبعا كل الناس العيال مش قادره تغني اصلا، هي صاحيه بالعافيه، فبتلاقي بقى ايه تونز مختلف ونشاز ابن وحاجه تقرف، واللي عنده برد بقى خبلاجيخ بلاجيخ، بتسمع كميه بلادي باصوات مختلف، انت فاهم لازم ترجع دلوقتي. وطبعا في العيال بقى اللي هو ايه سامح لزازه، فاهم انت؟ سامح لزازه طبعا ده من ورا، ده من زمان، من زمان خالص، يقول لك بدل بلادي تلاقي بقى زبادي زبادي، ويضحكوا فشخ، فاهم انت؟ الولد اللي هو فاهم جاب بقى اللي انت ايه ما فكرتش فيه، هو سبقك باربع افيهات هو هناك، فزبادي وتلاقيه بيضحك فشخ، هو اصحابه الافيهات اللي هي تجيب عجز جنسي، اللي هو يخرب بيت امك انت من قبل ما اتجوز من قبل ما ابلغ. خلصنا بقى النشيد الوطني، حاسه برضو ايه احنا لسه في وقت. طب ما انت بدل الوقت ده، انت بتقعد في الطابور ده حوالي ساعه لربع، بدل الساعه الربع دي ادهم لي نوم، يعني سيبني انامهم واصحى متاخر ساعه الربع واجي اخش على فصلي. لان بعد النشيد الوطني بيجي بقى ايه فقره المواهب، الساعه 8 وربع الصبح في اسكندريه في عز الساعه في عز الشتاء في شهر يناير، فتلاقي واحد طلع ايه بقى اللي هو صباح الخير يا، وصوت يعني عمر ما في ميكروفون مدرسه يوحد ربنا، لا لازم الميكروفون اولا يبقى ملمس فيه كده اللي هو صوت في كده، فاهم انت؟ دوشه
انت في غنى عنها تماما. ويبتدي بقى طفل مثلا يطلع يقرا قران. يا جماعه القران حاجه مقدسه، يعني ما ينفع اولا ما ينفعش طفل يقرا قران او يقرا في بيته، انما يقرا للمدرسه بهذا اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم ويطلع وينزل في حتت ما ينفعش يطلع وينزل. انت بتعمل ايه؟ مزعج فقط، تحس ان انت فاهم ايه اخبار اليوم، قال رئيس الجمهوريه مش عارف ايه، ودايما بيقرا الاخبار كده، اللي هو انت لو اي اي مش هتبقى كده فاهم. فما تيجي نلغي ام الفتره دي. وفي بقى اللي بيطلع يغني، يعني في دايما والله العظيم طالب غلبان فشخ، يعني ما لقاش اتنشن من اي حد في حياته، فطبعا كابتن سمير سمنا عشان هو يعني هو يعيني الراجل ما هو مش بتاع الرياضه فاهم، فبيديله بقى ايه خلاص كابتن سمير انت مسؤول عن طابور الصباح. فيبتدي يعيني الولد يقنع كابتن سمير سمنا من اسبوع، كابتن والله العظيم بعرف اغني، قسم سيبني جربني طيب جربني. فيقول له اطلع أو مش عايز تطلع، خد يلا اطلع. فالولد طبعا مش بينقي مثلا اغنيه سهله، لا يقرر مثلا يغني اغنيه عبد القادر اللي هو انا لحد النهارده اللي بيغنوها نفسهم مش عارفين هم بيقولوا ايه. فيطلع الولد عبد القادر يا ابو علي، عبد القادر يا ابو علي انت مش حافظ الاغنيه ليه؟ نقيت اغنيه صح عبد القادر ابو علي، وفي عيل من العيال قال لك سيديريو فعليا. انت فاهم احنا فين؟ بيغني لسديري فهمت، ومقتنع ان هو بيعرف يغني، وقرر ان هو لازم يوري موهبته للعالم. غني عند اهلك في البيت، غني مثلا في العيد ده، غني في عزومات رمضان، خليك هنا، انما تطلع عليا عبد القادر يا ابو علي الساعه 8:15 الصبح، لا سوري انا اسف ليه؟ خلصنا. تطلع بقى الفصل طبعا يا جماعه الجغرافيا بتاعته معروفه، اللي قدام اول صفين بيبقى العيال الدحيحه الاول على الدفعه، اللي طبعا المدرسين كلهم بيحبوهم ما بيكلموناش بيخبوا ورقتهم كل الحاجات دي، واخر صف اللي انا كنت منهم ده افشل ناس في المدرسه، حتى لو افشل ناس او اشطر ناس بيبقى معروف دول ايه. انما السبكترم بقى اللي في النص ده ما تفهملوش انت ايه، يعني انت لا انت مع الشاطرين المجتهدين اللي بيجيبوا درجات نهائيه، ولا انت مع الفشل اللي زي عارفين العيال هي ايه بقى، تفهملوش العيال هي بتمسح بربورها في الديسك من تحت، يفك اللبانه ويحطها في الكرسي من تحت، اللي هو انت عاجز عن الانجاز وعن الصياعه. انت اللي عارفين العيال اللي هي بتجيب 35 من 50 اللي هي لا هي درجه حلوه ولا هي درجه واحد، انت ما تفهمش يعني انت لا انت مثلا بتجيب 50 من 50 فانت شاطر والناس بتحبك، ولا انت زي مثلا بتنجح اللي هو ايه 26 من 50 فانت بقى ايه برضو البنات اللي هو اوه ده بايع مستوى ده مش فارق معايا فده هنحب فاهم، لا انت اللي هو 35 من 50 انت مالكش طاع انت فاهم، عامل زي القلقاس كده انت يعني لا انت ملوخيه الناس كلها بتحبها ولا انت فاهم كوسه اللي هو عليها برضو اختلاف وجهات نظر، انت قلقاس اللي هو فرشور ما حدش بيحبه، اللي هو في الفصل بيرفع ايده وبيجاوب بس في نفس الوقت بيطرد، فانت مش عارف ده ايه، يعني انت مش عارف تحطه في كاتيجوري، هو بيبقى مذبذب هو مش عارف هو عايز ايه. ده غالبا يا جماعه اللي هم في الاخر بيطلعوا بقى ايه فود بلوجرز انفلونسرز عارف انت، لا مش انفلونسرز بس عارف انت الانفلونسرز اللي يعني الولد من كتر ما هو ديسبرت وعايز فيوز دايما الفيديو بتاعه بينتهي استنوا بارت 2 استنى بارت 2 ليه، انا اصلا كفايه اتفرجت عليك انت كمان هتخليني استنى بارت 2 باي باي مع السلام. يعني حتى بيبقى لما بيبقى انفلونسر بيبقى انفلونسر فاشل اللي هو دايما بيدلى هو ايه مساء الخير يا جماعه والنبي ابعتوا لي البس ايه، انت مفيش ثقه خالص زيرو انت مفيش خالص شخصيه. وباي ذا واي دايما كده الصف اللي قدام والصف اللي ورا اللي هم الدحيحه والفشله دايما هتلاقي ما بينهم علاقه احترام، يعني فرشور يعني هتلاقي الصف اللي ورا باشا انت شاطر انا بحترمك، والصف اللي قدام انت صايع ومخربش، ففي كده ايه علاقه تحت عمرنا ما بنحط على بعض والله العظيم. انما طبعا الناس اللي في النص هي اللي بتتهان بقى اللي هو لا انت فانت بتديله على فاهم، هو بيبعد قدامك انت جاي فاهم لطش على فاهم، دايما في علاقه احترام بين الاثنين. بس دايما في عندي مشكله يا جماعه طول عمري مع الشاطر اللي بيخبي ورقته ليه، يعني مش عايزين ندخل بقى في النغش حرام احنا عارفين نغش، بس احنا عيال صغير اطفال يعني دلوقتي انا لما اجي اغش منك غششني خلاص تمام ثالثه ابتدائي يعني هتفيدني في ايه في حياتي، خلاص يا عم عايز اعدي واجيب لي درجتين وخلصت، فهتيجي تخبي ورقتك خلاص انا عايز فانت تخسرني بقى، يعني انت خلاص خبيت ورقتك فانا سقطت فانت خسرتني، انت خسرت علاء ده خلاص فوريفر. عايز اسالك دلوقتي حاجه، وانت قاعد بتشتغل اولا ما شفتش فيك وزير خبيت ورقتك تاني اعدادي انت فين النهارده؟ انا عايز اسال كل واحد والله العظيم وانا صغير وانتوا عارفين نفسكم اللي بيسمعت بس مش هيتلوم بيسمعوني تلوم بدا دحيحه فشخ لحد النهارده مرمي في بير بترول في الصحراء فاهم، بس ايا كان لو واحد من الناس اللي ما كانت معايا في الفصل دول اللي كان بيخبي ورقته يقول له مش هغششك
انت فين دلوقتي؟ بتعمل ايه؟ ما سمعتش عنك يعني، فاهم انت؟ لا انت نائب وزير ولا انت وكيل وزارة، انت مين النهارده يعني؟ ولا حاجه يعني. انت كده عملت ايه؟ خسرت صاحبك، خسرت علاء، وخسرت مستقبلك، ما وصلتش لحاجه. فليه بقى من الاول يعني؟ على القليل انا كعلاء كنت فاشل وبتاع ومش عارف ايه، بس I had some fun، I enjoyed my time في المدرسه. انت لا خدت ده ولا خدت ده، فليه بقى العنطزه يعني؟ ليه يعني؟ كسبت ايه يعني؟ فاهم انت؟ وانت كده كده في تالتة دقيقة اصلا تبقى لسه ما بلغتش، فغالبا ما فيش احسانات وزيقات خلاص يعني. انت فاكر بقى اللي هو ايه؟ يا بص يا رب، بص يا رب انا بغششتوش يا رب. انت لسه طفل عادي يعني، وانا طفل كمان. فقصدي تمام، فاهم؟ انت خسرت احترامي لحد النهاردة يعني. لما اشوفك في الشارع اللي هو قشطه هسلم عليك، يا مان وحشني وبتاع، بس لما تدور بص لو ابني معايا، بص يا كوكا ده الولد اللي ما غششنيش، شايف؟ بص تبقى شايف، بس خبى ورقته. نبدا طبعا بقى ايه بالحصص يعني. خلاص انت دخلت الفصل، نبدا الحصص بقى. نبدا مبدئيا بحصه الالعاب. حصه الالعاب دي البي اي موجوده فور ريزن، ان هي دايما يعني بدل ما انت قاعد في الفصل طول اليوم، لا تنزل تحرك جسمك، وفي حركات معينه تعملها، تسترتش بطريقه معينه. اليابان بيعملوا كده في الفصل يعني، اليابان كده، والمدارس في اليابان بيدوا للعيال مثلا بتاع ربع ساعه كل فتره يناموا فيها يعني. مكاتبهم اصلا بتريح لورا، هوب الولا ينام زي الروبوت، يصحى يكمل الكلاس بتاعه عادي جدا. احنا عيني الولا، فاكرين الولا اللي اتشهر على الفيسبوك اللي هو قبل ربع ساعه نام بس؟ الواد عامه انا ضحكت فشخ على الفيديو ده، بس الولا عنده حق. الولا مفشوخ، صاحي من 8 ونص عمال يسمع، فاهم، صحابه والنشيد الوطني ومش عارف ايه الصباح واخبار المساء. فالواد اصلا مدهوش، فالواد كان عنده حق. قبل اديني عايز انام ربع ساعه، سيبيني انام ربع ساعه. الولا عنده حق. فانت حاسس الالعاب دي بتديك بريك، والمفروض ان حاسس الالعاب دي بتبقى اللي هو ايه، انت بتعمل استراتيجيات معينه بطريقه معينه، وفي الاخر ممكن يبقى فيه ايه، يلا يا ولاد انزلوا الملعب. لا احنا عندنا يا جماعه او ايامينا بالذات كانت حصه الالعاب دي عامله زي حرب تروي، والله حرب رواده قسما بقيه الله. انت بيبقى فيه كوره في الملعب، المدرسه ما لا يقل عن 40 طفل بيجروا وراها، انت مش عارف مين مع مين ومين ضد مين ومين في مصلحته ايه والجون فين يعني. انت في ارض واسعه فشخ، وفي كوره في النص، بتلاقي عارفين كده لو عملت زوم اوت من فوق هتلاقيك زي نمل كده بيجري على حته، بعد كده الكوره تروح هنا فنجري عليه. الهدف ايه؟ مفيش اي اهداف، وبتشوط اي حاجه بقى يعني. انت لقيت الكوره، طب انت كطفل توافق العضلي العصبي عندك بيبقى مش مزبط، فانت عبال ما تشوف الكوره وتحضر رجلك ترجعها لورا وتشوط، غالبا الكوره دي بتبقى مثلا 3 كيلومتر ابعد خلاص بتبقى. فانت عبال ما تحضر رجلك يا اما هتخبط الكوره يا اما هتشلت لاصحابك. انت شلاليت بقى، انت شلاليت فشخ، وهتيجي في رجل صاحبك يهتيف، فاهم انت؟ مس، ويطلع يشتكي مس، لا ضربني يا مس، انا ما اقصدش، كلها كور في بعض فانا اتلخبط، فاهم؟ يعني دايما حس الالعاب دي بتنتهي باصابات مزمنه ليترلي يعني. ممكن عيل وهو لسه فاهم ثالثه ايه، خلاص ده ما بيخلفش، سوري معلش، عبال ما حضرت رجلي هوب ترانش ضيعته، فاهم؟ طبعا ما فيش حد فينا ما كانش بيستنى حصه الالعاب، وفي نفس الوقت والله لازم تحس ان كان في مؤامره كده ضد هذه الحصه، ما تفهمش ليه. والله العظيم يعني لحد دلوقتي مش فاهم، دي حصه يا جماعه زي اي حصه، زيها زي العربي، زي الساين، زي المواد دي حصه بتعمل فيها حاجات. لا هم دايما شايفين ان انت لا تستحق هذه الحصه. ليه تلعب يعني خير يعني؟ ايه اللي حصل؟ انت في مدرسه، ايوه ما هي المدرسه دي فيها حوش فور ريزن فيها اجوان، فيها باسكت بول، فيها كره طايره، علشان يمكن اطلع احب رياضه معينه وابقى زي لعيبه كره مشهوره مش بيتكلموا عن فلسطين، فاهم؟ يمكن يو نيفر نو. فسيب لي الحصه دي اكتشف فيها مواهبي. لا هما دايما شايفين ان لا هنشوف ازاي هنلغي حصه الالعاب. طب ليه يا جماعه يعني؟ ليه؟ لا هو كده، هو انت لا تستحقها. فيبتدي مثلا ايه، مستر سمير بتاع العربي يبتدي ايه، انا ما خلصتش المنهج، فطب يا جماعه انا الحصه بتاعت الاثنين الجاي انا هاخدها، ويبتدوا يتخانقوا عليها يعني. هم حتى بيورسوك بالحياه يعني، يا جماعه هي جايز على فكره انا عايز حصه الالعاب. لا هو اصلا مش بيحطك في الحسبان، هو بيشوف انا ولا مستر اسامه اللي هناخد حصه الالعاب. طب انت مدرس فاشل ما عرفتش تخلص المنهج، مش قصتي، انت ما ظبطتش، انت شخص فاشل يعني. انت لو مسكناها بالورقه والقلم، انت كمدرس ما لحقتش تخلص المنهج، اذا انت شخص فاشل، انت ما حطيتش جدول زمني يخليك تخلص المنهج بتاعك. ما تجيبوش عليا بقى انا، فاهم انت؟ ما تلبسنيش في ان انا نازل حصه الالعاب وجايب اللبس وبتاع، اجي انزل على الفصل الاقي مستر ياسر في وشي، مساء الخير شباب، النهارده هندرس الصرف. صرف ايه حضرتك؟ ما انا مش كفايه الصرف الصحي اللي انا شفته اول ما صحيت، لا النهارده
النهارده صرف، مفيش حصه العاب، وانت تبقى متحمس فشخ انا جاي النهارده. انت اصلا حصه العاب دي هي دي الهايلايت بتاع الاسبوع. انت بتبقى صاحي مثلا لو حصه العاب يوم الاربعاء، انت بتبقى صاحي يوم الاربعاء ده انت يعني في قم في اندورفينز في دماغك اللي هو يا حصه الالعاب. تلاقي مستر ياسر الاخير يا جماعه حصه صاك، لدرجه ان المدرسين يا جماعه بيشوفوها حصه فاضيه. انتوا فاهمين لدرجه ايه؟ يعني ما هو بصوا يا جماعه، اللي عمل البي اي ده اللي حط المنهج وعمل فيه حصه الالعاب، هو عارف ان الطفل في هذا السن محتاج لحصه الالعاب دي، محتاج لها. افرض الطفل ده مش مشترك في نادي وما بيلعبش رياضه، يمكن هي دي الساعه الوحيده اللي في الاسبوع اللي بيلعب فيها رياضه. لا هو شايفها حصه فاضيه، يحق له كامل الحق ان هو في اي وقت في اي لحظه لاي سبب. طبعا الحصه الثانيه طبعا حصه الزراعه والصناعه، حصة أنا لحد النهاردة أنا مش فاهم دي تعملت لي خير صناعة وتلاقي دايما مدرس العربي والدين هو اللي بيدي حصة الزراعة وصناعة. ده أكبر دليل الحصة دي ممكن تخلص بكوباية شاي كشري ونقعد مع بعض. فاهم؟ بص شباب الموضوع واحد اتنين تلاتة، فاهم؟ وتحط قلم ورا ودنك، وهي الحصة كده. والحصة حتى انت لو خلصت سنة كاملة المعلومات اللي انت خدتها ما تعرفش بيها تعمل حتى مثلا ايه طبلية تاكل عليه، ما فيش. وبتدرس فيها مثلا حاجة زي مثلا السبداج. ايه السبداج ده؟ ليه انا كطفل عمره 8 سنين اعرف كلمة زي دي؟ مش هتفيدني بأي. والغرة، فهمت؟ تحط سبداج على غرة وتلزق ولا هستفيد أي، لان انا لا هعرف اوصل للسبداج ده لو عرفت انطقه. يعني لو عرفت اروح لواحد بتاع ابويا اقول له سمعت عايز السبداج، لو عرفت احفظ السبداج اصلا حتى لو جبته مش عارف استفيد منه، فهي ملهاش اي معنى. لا وكمان ايه، الطفل ده مش عارف كلمه سبداج، لا هو كمان بيمتحن فيها ليه؟ طبعا حصه التدبير المنزلي، انا فاكر ان في سنه من السنين فعلا كان في الجدول بتاعي مكتوب تدبير منزلي. انا طبعا ما خدتش الحصه دي ولا مره لان مستر هاني بتاع الماس خد كل مش لاحق يخلص المنهج، خد كل التدبير المنزلي. الحصه الوحيده قسما بايات الله اللي خدتها في التدبير المنزلي في حياتي، طبعا التدبير المنزلي انت بتعرف ازاي تطبخ تنظف البيت، يعني مفيده الى حد ما برضو. لا انا رحت المعمل بتاع التدبير المنزلي ده لقيتهم قسما بايات اللي عاملين سندوتشات كفته جواها خيار وطماطم، وانا رحت لقيت سندوتش جاهز. يعني اصلا هو كانهم عازمنا على الغدا، اكن المدرسه كانت عازمنا على الغدا. فاهم قصدي؟ عامله سندوتشات كفته للعيال كلها خيار وطماطم. وطبعا احنا كان في اخر اليوم فكنا بقى هنموت من الجوع، فطبعا دخلنا لهطنا الترابيزه كلها. كان في بصلاية، عارف انت لما بصلاية كده ونصها متقطع ونص تاني متساب، كلنا البصل ده، كلنا البتاع كله. وقعدنا الحصة دي كلها، انت هي كانت الحصة عندنا ساعة الا ربع، قعدنا تلت ساعة مش سامعين غير كده، سامعين لعاب بعض من كتر الجوع. خلصنا فالمدرسة حست ان ايه ده، دي الحصة خلصت بدري جدا، ما كنتش متوقع ان هي هتاكل كده. طب هتلاقيها جبينه وانت بتعملي الكفته، نتعلم الكفته ازاي تتعمل. لا لا هي مش عايزه بقى وجع دماغي، لسه بقى هجيب العيال ولا لا لا انا مش بتاعت علم، يعني انا هعزمهم على الغدا النهارده. يعني هي بدل ما تعلمنا الكفته ازاي تتعمل، لا هي عزمتنا على الغدا، يلا يا شباب يلا عزمنا عملت لكم كفته. تمام؟ فبعد ما خلصنا اكل، هي حست ان ايه ده يا لهوي، ده فاضل نص ساعه الحصه، طب انا هعمل ايه؟ ابتدت تملى فشخ والله العظيم. ثلاثه قعدت نص ساعه بتتكلم في معلومه واحده، ان ازاي هذا الساندوتش فيه كل العناصر الغذائيه اللي انت محتاجها، فيها فيتامينات اللي هو اللي جوه الخيار والطماطم، فيها بروتينات وفاتس اللي هي جوه الكفته، وفيها كربوهيدرات اللي هي فيها العيش. فقعدت ساعه. بص شفتوا يعني، عايزكم تحسبوا يا جماعه في الحلقه انا قلت المعلومه دي في قد ايه، قلتها مثلا في 7 8 ثواني قسما بايات الله، هي 7 8 ثواني دي عملت لهم ستريتش على نص ساعه. ما كنتش زهقان عادي قسم، كنت حاسس فاهم يا لهوي بس هموت. كل ده عشان تقولي لي ان الساندوتش فيه كل العناصر الغذائيه، وتقول لي اصل الطماطم يا اولاد لما بتزرع بتاخد ميه كتير فده بيدي رطوبه للجسم، اما الخيار مش بيدي كل العناصر الغذائيه، شكرا هنزل العب كوره في الحوش لحد ما الحصه تخلص. لا ممنوع فاهم انت، ممنوع، فلازم تملى. فلا لا صعب فشخ. وطبعا موضوع مدرسه ما يخلص في حلقه واحده مستحيل. هنعمل حلقه تانية وممكن تدخل في حلقه ثالثه باي ذا واي، الحلقه دي اصلا لوحدها طويله فشخ لحد دلوقتي. بس فلو عندكم اي اقتراحات ليها علاقه بالمدارس برضو ابعتوا لنا على الجروب على الانستجرام بتاعتي، انتوا عارفين انا برد على الانستجرام. لحد ما نشوفكم في الحلقه القادمه من بودكاستكم المفضل، كفايه بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة من بودكاست كفاية بقى. كفاية بقى تقديم علاء الشيخ، كتابة ندى الشيخ، علي الخولي، علاء الشيخ، ميوزك برودكشن بلال علي، Produced by The Podcast Productions. شكرا جدا جدا لحسن استماعكم، ونشوفكم في حلقة قادمة من بودكاستكم المفضل كفاية بقى.